محمد الدراجة قدمت مقابلة جميلة. كيف شفتي المقابلة؟ سادة بسيطة قبلتي ساجفين احنا بخوف في لابيسيتي كنتعلموا مع الفراقي الفراقي احنا الراشا ستي مونديكي كنلعب لو تيت احنا كنلعب لو ماتيان لو زوجي كتفيرو ولكن تي لعب كي مونطريتي باش نكون تيمي ليا كيف ديك ليلو ديالنا بغينا ناخدو دي بوان ديالنا احنا خصنا كل ماتش سادة مرة ماتش براج اللي خصنا ناخدو فيه دي بوان وما كاين بليس دوكازيون كونتر الراجا الراجا عندها لاعب عندو بليس ديكسبيريونس بليس دو ماتوريتي دوزو كاسيون دو بيت ولكن سي ماتش اونورابل بور لي جوار حنا ساتين كيف جا لي راه كتكونستروي ماتش ابري ماتش كان الكومبيتونس تاعنا كيطلع يعني دابا حنا عندنا واحد لو طون دو بولي غيكون لي 41 نزيدو الشهر ان شاء الله نزيدو الشهر باش نلعبو الفلوتو ان شاء الله مريح ان شاء الله. في نفس السياق كنت باغي نسولك على بعد الراحه اللي غادي تكون اكثر من شهر، واش المولودية غادي تقوم بانتدابات؟ كنعرفوا فريق الشاب من اصغر اللاعبين في البطوله الوطنيه، كنشوف بدا التفاهم بدا التجانس، اشنو كتظن غادي يكون ولا شنو موجودين كطاقم تقني وك الفريق المولودي التوجديه في الروتور؟ دابور سي تخي ديفيسيل في الروتور واش غندير كريتيو دي جوار، دابور خصنا نرفعوا المنهج باش نرفعوا المنهج خاصنا ديفلوبي عندك توسكي دي في الفيفا وفي الفيدراسيون يعني تولي فتيش باش تقدر تجيب لعبه. انا بكل صراحه اتمنى باش نقدر ندفع هذا المال باش نقدر نجيبو دوطر جوار باش يكون عندنا ليفيكتيف بليز طوفي يكون عندنا بليز دو شوا. دابا ما عندناش بوكو بليز دو شوا ولكن نتمنى ان شاء الله باش تعمل هذا البروبليم كون دون كونترين غتكون عندك مهمه اسامي يكون عندك بليز دو شوا غتزيد لانه دوا غيكيليبر ان تي بو. عندنا دي بوست اللي ما عندناش فيهم دي جوار الوغ كنحاولو نخدمو بلي عندنا ولكن الا كان عندنا لو شوا غتكون احسن ان شاء الله. ميرسي بوكو.